قديش قوي دوي المدافع وأزيز الرصاص، قديش أقوى منه صوت الغنى والفرح. قديش في عيون بكيت من القهر والزعل، قديش في عيون بكيت فرح وتأثر. قديش في قلوب احترقت بهالخمس سنين بسوريا من الغارات يلي ما رحمت حدا، قديش بالمقابل في قلوب كبرت بالمواهب الرائعة يلي صدرتها هالبلاد. صوت الحلو وإرادة الحياة ما في شي بيوقفن، هيدا يلي أثبتته خلال هالخمس سنين برامج الهوات يلي كانت صوت ولاد وشبان بيرفضوا الحرب وكل هم يفرجوا الصورة الحلوة لبلدهم والمواهب الكبيرة الموجودة فيه. أسماء كتيرة قدرت تلمع بسما خفت للون دخان الغارات الأسود. أكيد ما رح ننسى المواهب يلي تركت لها بصمة كبيرة ببرنامج The Voice Kids، مثل زين عبيد، حلا أبو الطيف، غينة أبو حمدان، وأمير عموري، وعبد الرحيم الحلبي. علمني حبك سيدتي أسوأ عادة. وللشباب يلي صار مستقبلهم مجهول بظل العاصفة اللي عم تتخبط فيها سوريا، الفن للبعض كان سترة النجاة وكان المنبر الوحيد يلي قدروا من خلاله يقولوا بصوتهم نحن موجودين. حلبي يا نبع من الألم يمشي ببلاد. حازم شريف، عبد الكريم حمدان، رضوان قطيش، نور عرقسوسي، هلا القصير، والأسامي ما بتخلص. خدنا حلاوة الحب كله في يوم وليلة، لغمينا فاين someone like you. في كتار بسوريا صوتهم حلو صغار وكبار، لكن مش الكل الظروف سمحت له يوصل صوته. على أمل السنين الجاية تمحي عذاب السنين يلي مرقت وما يضل غير الصوت الحلو يغرد بيسما سوريا.